فخرة الحياة أولادنا، فخرة بلادنا، ولولا أسيادنا ما كانوا أولادنا. وذاك علاش أحذانك الرجل الباسم اللطيف سي سالم بقطايا. مرحبا بك مرة أخرى سي سالم، أهلا وسهلا. بارك الله سي فيك. سالم، حكينا عن مدرسة الفتح، قداش عديت من عام في مدرسة الفتح؟ وذكرت لنا أنت سميت لنا بعض المديرين والمعلمين. عديت من السنة الأولى حتى السادسة. من السنة الأولى حتى 6 سنين في مدرسة الفتح. في مدرسة الفتح. ما ثماش ذكرى من الذكريات هكا؟ ها مريق، انت كنت عاقل سي سالم؟ كنت مستقيم هكا عاقل ولا ما كنت؟ ها بالتالي ما تعرضش للعقاب، يحبوك المعلمين وكذا كذا، نحترمهم. راهي نسال اصحابك راهي يقولوا ليش راهو كان بعمل ولا حاجه. ها نحترمهم، نحترمهم ونخاف منهم. اي الاحترام بيه. يعطيك الصحه سي سالم بو قطاي المربي الفضل والموسيقار زاده. ها ثم مكالمه هاتفيه ربما تكون لك مفاجاه. الو الو، صباح الخير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. المايسترو بشير السالمي. مرحبا. اهلا وسهلا. اهلا اهلا يا سيدي. نورتنا. مرحبا. عايشك بارك الله فيك. سي سالم بوقطايا، ماذا يعني لك هذا الاسم يا مايسترو؟ معلوش، سي سالم بوقطايا ساعه ربي دوم حياته في الخير ان شاء الله. امين يا رب. وهو من الاصدقاء القدم اللي انا حليت عيني فيهم، واللي انا منذ نعومه اظافري معناها سي المربي الفاضل والفنان القدير المقتدر البشوش الضحوك المتخلق الخلوق، معناها انسان تم شروط ما شاء الله عليه. سيدي بشير، سيدي عزيز. بشير او معاك هاك الرجل الباسم الخلوق على المباشر، او معاك سي بشير السالم يا سي سالم. ماي لا 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 سيدي بشير، احوالك ليش سي بشير؟ سيدي سالم، سيدي خويا، احوالك سيدي سالم الغالي؟ ربي يفضلك، ربي يفضلك، بس عليك، ربي يهديك. محلاها اللقاء يا سيدي على عبر الاذاعه حلوه، واذاعه الحياه هذه يا سيدي اذاعه ممتازه، وديما نتعدى فيها، وديما أيه؟ هي ما تنساش ولاد البلاد. وزرتنا انت، زرتنا هذا استاذ، زرت برشا مرات، برشا مرات مع سفيان العماري. اي نعم. وديما عندي مداخلات معاكم، وديما سي بشير، سي بشير نسمعكم، ونسمعكم بالانترنت نسمعكم. واذاعه ممتازه، والعمل اللي فيها الكل نحييهم، وهم معناها حاجه روعه. والمقصود توا اللي في الذكر هذا اللي ذكرناه هو اللي هي تعطي لفته كريمه لاولاد البلاد، منهم 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 المربي والفنان الكبير سي سالم بوقطايا. برافو. نرجع سي سالم بوقطايا العزيز الغالي. عندي معاه ذكريات كبيره كبيره كبيره، وكان معناها فيها المضحك، وفيها الساعات هكا فيها الشجن، وفيها الضحك، فيها برشا ضحك وبرشا، كنا بالدموع، كنا معناها رغم صغر سني وكل. سي سالم كان معناها قلت لك بشوش وضحوك، ويحب الضحكه ويحب التفدليك، ما يحبش الكآبه. سي بشير، جامعتكم حومه الجامعه جرابه؟ لكل اغزر. جامعتنا حومه الجرابه، جامعتنا حومه الجامعه، جامعنا دار الثقافه، جامعتنا جامعنا محمد المكني الله يرحمه. محمد المكني الله يرحمه، سي محمد الله يرحمه، استاذنا الفاضل هذاك تعلمنا منه. نعم. هو اللي لمنا، هو اللي لمنا، هو اللي كان سبب باش لمينا ويختار فينا بالواحد، يختارنا بالكعبه. ما شاء الله. الناس المتربين المتخلقين هما اللي يخدموا، وهما اللي يكونوا الفرقه، فرقه تقول انت فرقه الموسيقيه. الموسيقيه في دار القيروان فك الوقت هذاك في دار الثقافه. اللجنه الثقافيه وقتها في القيروان. اي وقتها يا سيدي كلهم اساتذه وتلامذه وطلبه. وسي محمد هو ما زاد، هو زاد متربي وخلوق وكل، زاد ما يختار الا العناصر اللي هي ما متربيه ومتخلقه ومعناها معناها سي بشير توا سي سالم بوقطايا كان نجم في الموسيقى بالطبيعه. بالطبيعه بالطبيعه كان عواد، كان هو ولا يزال، هو لا يزال لا يزال لا يزال بالنسبه لي انا رمز من رموز رجال الثقافة
والفن فعلا. والابداع في القيروان بصراحه وعازف عود ممتاز نعم. ومحب للموشحات ومحب للموسيقى الراقيه ومعناها كنا نعملوا جو كنا نعزفوا حاجات صعيبه وكان هو معناها يحب التمارين وما هوش قلوقي كان معناها نطوله حتى في التمارين رغم التزامه بوظيفته في التعليم والكل كان يوفق بين التعليم والتربية والموسيقى. سي بشير السالمي احنا ينالنا الشرف ان القيروان تجمعنا مع اسم كبير كما اسمك بشير السالمي ربي يعزك هذا النجم الذي خليني كم نكلم سي سالم نسألوا على حواله وعلى أموره بالمباشر في المباشر معك سيدي سالم سيدي مرحبا لاباس هاني هاني اصحاب انا ووليداتك وكل فهمت ونهار كل وانا شيخ انا وياهم وكل شيء اي ريحه سي سالم نعم جددت عشرته اي نعم مالا ربي يمد في انفاسك وربي فضلك لينا يا غالي وراك ديما غالي وراك عزيز وغالي ورانا ديما نذكرك بالخير وحبيت نسالك ما زلتش تعزف شويه ساعات الدندن دندن شويه حقيقه تحب الحقيقه انا متفرغ بالقران للقران هذيك احسن قفله هذيك احسن صحه 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 اي نعم اي نعم وان كان يا سيدي سالم احنا الفن راهو ما عملناش بالحرام راهو خدمنا اغزر ما خدمناش في بقايا فيهم شرب المشروبات ولا فيهم فساد ولا فيهم حاجه معناها خدمنا مزيكا نظيفه وكلينا خبزتنا بصراحه شرف معناها بشرف وعفة وبعفة ومعناها وما حرمناش في المزيكا الحمد لله معناها حتى كي عملنا المزيكا عملناها نظيفه ونتصورها حلال معناها حتى كي خدمنا عروسات وما تتفكر سيدي سالم كي نمشيو للحمامات باش نخدموا مع سي محمد فك العشويات الحلوه الباهيه اللي نمشيو ننوروا على الناس ونمشيو نفرحوهم يفرحوا نغنيو لهم هما يفرحوا بها يفرحوا بينا هما يفرحوا بينا واحنا نفرحوهم زاد واحنا نغنيو لهم ونفرحوهم وما كان لا شرب ولا كان فما شيء فماش فساد احنا نضاف وخدمنا مزيكا نظيفه سيدي سالم الغالي يا ربي يفضلك وربي يعزك ان شاء الله ديما نسمع عليك الخير وان شاء الله ديما نراك في ساعه سعيده ربي يفضلك سي بشير نجم تبقى معنا ابقى معنا في الاستماع على خاطر ثم مكالمه هاتفيه اخرى نجم ناخذها في نفس الوقت بالله ابقى معنا يا سي بشير الو معنا مكالمه هاتفيه اخرى الو الو صباح النور اجمل صباح لاحلى زين الحداد مرحبا بيك خويا اهلا بيك يا سيدي الغالي مرحبا بيك مرحبا بيك تحياتي ليك ومعاك معاك في نفس الوقت بشير السالمي انا سامحني خلينا نسلم على العباد اللي يسمعوا فينا سلم على سي اي نعم تفضل مالو بعد باش شويه معاك سي سالم بقطاية معنا ويسمع فيك المستمعين تاعي ذات تفضل نحب نقول لهم صباح الخير الكل ونهاركم مبروك ومرحبا بكم ونحب نسلم ايضا على ضيفك مرحبا بيك سي سالم بقطاية تشرف بيه سي سالم مرحبا بيك معاك على المباشر معاك الزين الحداد على المباشر مرحبا بيك بارك الله فيك صباح النور سيد سالم صباح الخير سيدي تسلم عليك يا سيدي عيشك نهارك مبروك يا سيدي فرصة سعيدة يعيشك الله فيك يعيشك الله يخليك عيشك ياخذ بخاطرك ان شاء الله ديما نسمع الصويت هذايا وان شاء الله ديما هكا معناها نتفكروا الذكريات الحلوة التاريخ المجيد نتاعك ونتاع برشا فنانين في مدينة القيروان اللي عطاوا الكثير واللي تعلمنا عليهم ونقولوها بصراحة تعلمنا عليهم كنتوا قدوة كبيرة برشا لينا وأنا نتفكر في بداياتي وقتها أنت تبارك الله تعزف مع فرقة اللجنه الثقافيه ومع سي محمد المكني والحقيقه تعجبني برشا كنت ترتاح لك الحمد لله علاقك عندما يقارب 40 سنه ولا حاجه كيما هكا كنت نرى فيك الفنان والمربي معناها اكثر من كل انا معناها قربت لك كفنان بارك الله تعز فعود مليح وتلحن حتى في بعض القطاع سي سالم نقول لك ربي فضلك وربي يعطيك الصحه والله العظيم رغم اللي حاولت اتصل بيك برشا في برشا مناسبات اللي تعداو ما امكنليش الحصول عليه باش نسال عليك ونسلم عليك ونعيد عليك على كل هاي اذاعه حياه فهم هاي قربتنا على المباشر ربي فضلك سي زين
نعم احنا متشرفين بك برشا زاد، انت عالم من اعلامنا اللي نالنا الشرف كبير، الشرف انه يحمل صفه القيرواني. سي بشير السالم معنا على الخط زاد، تبارك الله. سي سالم بوقتايا، والله انا وزميلي، انا متفقد في التعليم الثانوي يا سي زين، وعلاقتي بسي سالم من اكثر من 20 سنه، يعني علاقه مباشره بحكم كان هو مساعد بيداغوجي للتربيه الموسيقيه في المدارس الابتدائيه. لكن اليوم انا استضفت مربيا، يعني معلم، فاذا به الشخصيه الموسيقيه طغات عليه لدرجه ما لا على خاطر اغلبيه اصدقائه اللي الفنانين معناها عرفوه وتعلمنا عليه وتاثرنا حتى بشخصيته الهادئه، شخصيته اللطيفه، شخصيته الفنيه. ومعك الحق، ممكن ما ثماش تسجيل وراك تسمع العزف على اله العود اش يعمل. نشوف ندبرش شويه تسجيلات يا سي زين. فهمت؟ على كل هو معناها تحيه منكم لي هو يستاهل اكثر من هكا. وسي سالم معناها بخلاف معناها العلاقة بين الأصدقاء نتاعو بين الناس اللي يحبوه، أيضا معناها عنده أولاده معناها تبارك الله عليهم، ما شاء الله عليهم، كلهم أساتذة نتاع موسيقى ومتربين ولطاف كيفه هو بطبيعة، ما ينجمش يجيب حاجات، ما ينجمش يجيب أولاد خايبين. أنور وقيس ومنير وكل أيوة تبارك الله فعلا. إن شاء الله ربي يفضلك لينا أنت زادة يا سي زين. عايشك عايشك، شرف لينا كبير برشا. إن شاء الله تنعملوا لما نعملوا لما في القروان ديما. نعم. تنصنا من السنن الحميدة نعملوا لما سنوية ما في مناسبة ما، كباراتنا ونجومنا الأفاضل وولادنا اللي شرفونا ونحتوا اسم القيروان واش جميل في تاريخ الفن التونسي. إن شاء الله ديما الإذاعة الحياة فهم تجمعنا أولا وهذه المدينة الرائعة الحالمة مدينة القيروان النابضة جميلة، ويجمعنا حب القيروان، وحب القيروان يجمعنا دائما. ربي خليك سي بشير السلمي معايا. سي بشير طيب معك يا باشا. يا خويا ايش رايك في الجو الحلو يا سي بشير؟ انا حبيت نشكر نشكر سي زين على الاستجابه. الحق كل ما نكلموكم اللي نستدعوه يجي، ونطلبوا في التليفون يهز التليفون، واللي نعملوا معاه موعد للتدخل تبارك الله. هاك القروان ديما ما تكون كان يد مبسوطه للخير والعطاء الجميل. صباح الخير سي بشير. مع خير يا خويا، شنو احوالك؟ بس عليك زين. عايشك الصحة، عايشك، شكرا ليك. عايشك الصحة، عايشك وانت زاد عايشك. عايش شكرا لك. عايش سالم بوقتاينا الاول السبعينات وقت اللي ما زلنا كي بدينا مع سي محمد وكنا معناها ننشروا 50 سنه. اي نعم. ثم مشينا ربي فضله سي سالم وربي يعطيه الصحه ان شاء الله. ثم مشينا لتونس وصار اللي صار معناها، وما لوحناش بعضنا انا وياك معناها. أنا كنت لك أحلى سند في الحياة، كنت معناها مديت لك يد المعاونة، وكنت أنا سبب باش أنت دخلت للرشيدية وباش وصلت معناها في موجود في موجود موجود على الإنترنت معناها. وعمري ما نعطي بالظهر لولاد بلادي، أنا نحبكم وأنتم وأنتم تاريخي وأنتم إخوتي، وما ريت منكم كل خير، وإن شاء الله ما تراو مني كل خير. وهذه هي العلاقة القيروانية، القيروانية معناها يلزمنا نذكر بعضنا بكل خير وبكل في كل مناسبة. الحمد لله شرفتونا شرفتونا شرفتونا. يعطيك الصحة وباي وربي يفضلكم، وإلى اللقاء وإلى اللقاء. إلى اللقاء. زين الحداد بشير السالمي، شكرا جزيلا لهذا التفاعل الجميل بمناسبة تكريم المربي الموسيقار الفاضل سالم بوقتاي في فقرة قم للمعلمي، ونحن نحاول أن نوفيه ونوفيه تبجيلا كاملا يليق بمقامي. الحقيقة ساعة واحدة مش كافية على مسيرة سالم بوقتاي، هذاك علاش لازم نعود أخرى سي سالم. اليوم حكينا على الموسيقى والعود والطرب، المدرسة التونسية ما تحدثناش عليها، على خاطر شخصيتك الفنية شخصية غامرة ذي. سي سالم هي كلمة الختام تواك في أقل من دقيقة، إيش تحب تقول لأهلك لأصحابك؟ أنا في المناسبة هذه اللي كان لي شرف باش نتلقى مع سعد بجيد، ربي يخليك، اللي هو أخو مش صاحبك هو، ربي ينورك يفضلك، وتلاقينا وقعدنا مع بعضنا وتحدثنا شوي على الذكريات اللي قبل، فهمت، وشوية من الموجود تو. مازال سي سالم بحول الله كتنسق، انا حذيه منير ان شاء الله نسق معاك، نعمل ريبورتاج مزيان به على سيادتك
في المدينه العتيقه وفي الدار وفك اللمه الحلوه ومادام توحيد نشوفوا شنو الحكايه سيدي الغيره هذه فهمتني. الاولاد يقولوا تغار لكن هي حب لعشيرها. ربي طول عمرك ربي يفضلك. مستمعينا الكرام وصلنا للاسف الشديد لنهايه يعني هذا الحلقه من قم للمعلمين اللي نكرموا فيها استاذنا الفاضل الرائع الموسيقار الباسم الودود اللطيف الخفيف العفيف سي سالم بوقطاي. اكيد مش تكون على اي مواجهات اذاعه حياه فهم لقاءات اخرى ولا صفحه حياه فهم مش تكون فيديوهات اخرى لمسيره سالم بوقطاي. مخاطبكم عبد المجيد فرحات من اذاعه الحياه. تحيه للفريق التقني اللي امن لكم اليوم هذا اللقاء. شاكر الشيحاوي امن بوخيتو في تامين المكالمات الهاتفيه انسه الهمامي. الى اللقاء.